الخير لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ميد غاديو. موعد جديد من برنامجكم صحة وسلامة، أكيد فيه موضوع جديد وكيف ما عودناكم ككل يوم ثلاثاء، فمواضيعنا طبعا كتكون عندها علاقة بالأعشاب. اليوم اخترنا أنه نتكلموا على نوع من الأعشاب اللي كتعتبر نوعا ما منسمة، بما أنها كتكون حاضرة في الكثير من شيواتنا المغربية. اليوم غادي نتكلموا على القزبر، المعدنوس والكرافس. كنعرفوا أنه هاد النوع ديال الأعشاب وخصوصا مع البرودة ديال الجو، فالكثير من الناس كيلجؤوا الاستعمال ديالها، فهذه فرصة باش اليوم غادي نتعرفوا على المكونات ديالها، غادي نتعرفوا على مختلف الاستعمالات وطرق هذا الاستعمال واش هي صحيحة ولا لا، وكذلك واش عندها فوائد وبعض الأثر طبعا الأضرار ولا الآثار الجانبية. ضيفنا ككل يوم ثلاثاء غادي يكون هو الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. وكنذكركم كالعادة مرحبا بكل تساؤلاتكم ابتداء من الجزء الثاني خلال حلقة اليوم. أرقامنا الهاتفية 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09، وإلا عن طريق الرقم 5080 كيكفي أنكم تقوموا بكتابة كلمة صحة SAHA، تخليوا فراغ وتبعتوا بسؤال ديالكم وإن شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقة. ثمن SMS هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. غادي نبقاو هاد المرة مع أولى اختيارتنا الغنائية في حلقة الراديو، دائما إذاعة القريبة منكم. من جديد كنرحبوا بكل الأوفياء في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة ككل يوم ثلاثاء. كيكون حاضر معنا فيها الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. صباح الخير ومرحبا بك معنا دكتور عبد الخالق رمضاني، أهلا وسهلا. صباح النور، تحية لك وتحية لجميع المستمعات والمستمعين. شكرا لك ومرحبا بك معنا دائما، يعني كل صباح من يوم ثلاثاء ويوم الجمعة كيكون معطر معك دكتور عبد الخالق رمضاني. إن شاء الله كنتناولوا فيه جميع الزيوت. نعم. والأعشاب اللي هي طبية وعطرية. بالفعل، واليوم باتفاق معك اختارين أنه نتكلموا على يعني أنواع ديال الأعشاب نوعا ما كنعتبروها بطبيعة الحال من الأعشاب يمكن المنسمة. علاش؟ لأنك تكون حاضرة دائما في الكثير من الوصفات والشهيوات المغربية، كنقول خصوصا مع البرودة ديال الجو، منها الكرافس. فكنعرفوا أنه الكرافس كتكون حاضرة لكثير من ربات البيوت، كيستعملوها في بعض الأنواع ديال الشربة في الحريرة، يعني من الأساسيات ديال تحضير الوجبة ديال الحريرة. كذلك القزبر والمعدنوس. فاليوم غادي نكتشفوا المكونات ديال هاد الأعشاب، شنو الفوائد ديالهم، شنو الطرق ديال الاستعمال يعني التقليدية والعادية اللي كنعرفوها دكتور عبد الخالق الرمضاني، واش هي صحية وصحيحة ولا لا. فهذه نقاط غادي نوقفوا عندها اليوم معك، ولكن قبل خلينا نتعرفوا يعني كأخصائيين انتوما دكتور عبد الخالق الرمضاني، فين كتصنفوا هاد النوع ديال الأعشاب طبيا؟ هاد الأعشاب هادو كاملين، يعني لا القزبور لا المعدنوس لا الكرافس، هادو كاملين ربما تفاجئوا الناس اللي عرفوا ان حتى ربما حتى لي كاغو التمر الجزر تما داخلين في نفس العائله ديالهم ديال زومبي ديفير، يعني واحد الفصيله اللي فيها واحد العدد كبير ديال الاعشاب اللي هي متشابهه على الاقل بعدا كاين في الخارج ديالها ملي كنشوفوها من برا. وحتى بعض المكونات حتى اللون ديالها حتى واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كتكون فيها فهي كتشابه. نبداو الا بدينا مثلا بالكرافس اللي ربما ما كنهضروش عليهم بزاف، وحتى الاستعمالات ديالهم حتى هما كنلقاوهم واحد نسبيا شويه قلال. ف هاد الزريعه بعدا ديال الكرافس اللي هي اللي كتستعمل بزاف في الكوم بلانت ميديسينال في الميدان الطبي، فكنلقاوها دائما كانت حاضره ودائما الاستعمال ديالها كان يعني كان ربما قيل نمشيو حتى عند الاغريقيين، فكنلقاوهم ولا اليونان كانوا كيستعملوهم كاليكسير كمشروب كيعطيوه خاصه للرياضيين. علاش؟ باش يعطيهم واحد القوه ويعطيهم واحد الجهد واحد، ومن بعد غادي نشوفوا علاش. كذلك يعني جميع الصين للهند مثلا، الطب الهندي مثلا كانوا كيستعملوه كذلك ضد الرواح. نعم. وكذلك كانوا كيستعملوه بعض المشاكل ديال الجهاز الهضمي. كذلك كانوا كيستعملوه في واحد العدد المشاكل اللي كتكون ديال الرحم مثلا عند المرأة، غادي نطرقوا ليها. وكذلك الفراعنه تما كانوا كيستعملوه. اذا الحضارات القديمه كلها كانت حاضره في هذا. هادو ثلاثه اللي حنا غنتناقشوا اللي غنطرقوا ليهم، غنلقاهم انهم دائما القزبور لا المعدنوس لا الكرفس دائما كانوا حاضرين. من ناحيه الاستعمالات ديالهم دابا اللي هي الاستنتاجات ديال الاستعمالات القديمه
والمسائل اللي كرسها العلم. فكنلقاو على ان اول حاجه بعدا كاين فهي ديوريتيك، معناها انها مضر للبول، وبالتالي فهنا كاين الاستعمال ديالو كنلقاو كنتيجه مباشره اللي كتكون عنده هو انه كينقص لنا من واحد النسبه كبيره الضغط الدموي. وهنا نبغي نشير لواحد جوج الحوايج، هو انه واحد التجارب كبيره اللي دارت، تجارب اللي باقا ما توسعتش على الانسان، دارت على اللي كانوا فيها كلاب وفيهم قطط وفيهم ارانب عفوا، اللي دار لهم هذا القزبور، وتبين على انه فعلا كينقص من الضغط الدموي. كاين واحد التجارب دابا صينيه على الضغط الدموي، للاسف هذه كانت واحد العينه اللي هي بسيطه، اللي تقريبا فيها واحد 16 ديال البشر، فتبين على انه 16 من هذوك الناس كاملين كانوا كيعانيوا من الضغط الدموي، ف14 منهم تحسن عندهم الضغط الدموي، يعني هي نسبه مهمه، ولكن للاسف كان مرتفع فانخفض ولكن للاسف العينه قليله، دونك يعني 16 ديال الشونتيون ديال 16 الناس ما قدروش نشعوا فيه. وربما هاد الدراسه هذه مازال متوسعه، مازال كيديروا لي ريكروتمون كذلك. وهنا كنعرفوا بزاف ان حنا كنستعملوها، وحتى في لو جارغون ديالنا ملي كنكونوا كنطرقوا الحريره مثلا كنقول لك ملي كتشرب بزاف ديال الحريره كتجيك شويه ديال النعاس، كترخي هو ايفيكتيفمون، باسكو لي من بين الحوايج كاين فيها اللي كاينين في الكرافس بالاخص، كاين فيها واحد الماده سميتها سوسون دي فتاليد. هذوك لي فتاليد هذوك من بين الحوايج اللي كيقدروا يتسبوا لنا فيهم هو انهم كيعطيونا واحد الحاله ديال الارتخاء. دونك بالنسبه للناس اللي كيعانيو من المشاكل ديال النوم، مزيان انهم يستعملوا الكرافس، وخاصه الزريعه ديالو اللي مهمه بزاف في هذا الباب. كذلك بالنسبه للناس اللي كيعانيو من بعض اللونكسيوتي، يعني من بعض التوتر، فهما كذلك مهدئين، من بين الاعشاب مهدئه نقدروا نتناولوها. المساله الاخرى اللي نبغي نشير لها واللي هي ربما كتبقى حتى هي مهمه خاصه عند السيدات، فهي معروف على انه دائما كان حاضر في جميع الحضارات وحتى عندنا، على انه اوتيروتونيك، بمعنى انه كيكثر لينا من هذوك التقلصات ديال العضله ديال الرحم ديال المراه، وبالتالي فكانت الاستعمالات ديالو كتكون لجوج الاتجاهات، تلك الاتجاه انه مثلا بالنسبه بوغ ايفاكوي لي ريغل، باش الدوره الشهريه دغيا السيدات يتخلصوا منها. وهنا هنا كان المره اللي فاتت كنت ذكرت واحد المنتوج اللي هو سوفيتي روسي اللي كيتستعمل اللي كانوا كيستعملوه من الوقت ديال الاتحاد السوفيتي، اللي هو سيبتا، اللي هو في واحد العدد كبير ديال المكونات، خاصة منهم بعد شويه ديال الكرافس، ولكن سيفغي فيه بزاف ديال المعدنوس، مكون مستخلص من المعدنوس، فيه واحد المواد اللي حنا غادي نطرقوا لها من بعد. اذا من بين الاستنتاجات كذلك فيما يخص داء السكري، فكيتلاحظ على انه هنا كذلك تجارب تبين على انه كينقص شويه من النسبه ديال السكر. اذا حتى هو بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال السكري، بطبيعه الحال كاين واحد العدد كبير ديال المسائل اللي خاصو يكون متبعها، ولكن اضافه ديال الكرافس في لو بلا ديالنا، ولا خاصه كما ذكرت كزريعه ديالو كمحلول للشرب ولا كانفيزيون ولا ديكوكسيون، يعني على حساب الاستعمال اللي حنا بغيناه، فهو كذلك كيزيد كيعاونو. ولكن اللي نبغي نشير ليه، فانا تطرقت لهنا حيت بحكم على انه مدير للبول، فكاين قدروا الاستعمالات ديالو كمصاحبه حتى لبعض الناس اللي عندهم بعض مشاكل اصلا تحت ديال القلب، لي انسفيزونس كاردياك كونجيستيف بالاخص، بحكم على انه ديوريتيك. ولكن هاد ثلاثه الامراض اللي انا ذكرت اللي هما الضغط الدموي، داء السكري، انسفيزونس كاردياك، ولا القصور ديال الكبد ديال القلب كونجيستيف، فهادو امراض اللي هي نسبيا خطيره خاصه بالمضاعفات نتاعها، وبالتالي كتستجوب ولا بدا ما يكون واحد
متابعة طبية، واحد المتابعة طبية وداك الشيء، يعني كمصاحبة قدروا مشيو بهذا النبتة الطبية العطرية، حيث كنقدروا نستعملوا حتى الزيت الأساسي ديالها في هذا وكيمشي حتى في هذه الاتجاهات هذه بثلاثة كامل. نعم، خلينا نمشيو يعني الطرق ديال الاستعمال ديالها اليوم دكتور عبد الخالق رمضاني، يمكن هذه هي الغاية يعني باش نصحوا الكثير، يمكن هذه فرصة باش نعرفوا واش هذا الاستعمال هي صحيحة ولا خطأ. غادي نبقاو نبداو بالسيدات اللي كيفضلوا مثلا بحكم يعني الانشغالات ديالهم، سيده كتكون كتعمل يعني عندها عمل معين كترجع للدار ضروري خاصها تحضر مثلا شي وجبه للزوج ديالها والوليدات، فشنو كتعمل؟ كتقول لك مثلا بالنسبه للقزبر والمعدنوس والكرافس باش ما ياخذش ليا وقت اللي هو كثير، كتقطع واحد الكميه اللي هي كبيره وكتعملها في المجمد وكتحتفظ بها المده اما ديال ايام اما ديال اسابيع. هذه الطريقه واش صحيحه وصحيه ولا لا؟ هي 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 تقدر تكون صحيه، ياك هي انا كنفضل عليها انه يعني يكون الاستعمال ديالها مباشر، يعني مباشره من بعد التقطيع ديالها، يعني تقطع ونستعملوها، خاصه على انه تقطع بالطريقه باش حنا كنمشيو في ربع المرات كنقدروا كنكرازيو حتى الخلايا، يعني كنخرجوا حتى واحد هذيك العشبه فيها واحد الكميه ديال الانزيمات اللي هي كتنفعنا بطبيعه الحال ملي كنتناولوها، ولكن هذيك الانزيمات ملي كنديروها كتحلل لينا حتى المكونات، ودونك دونك مع كيتخلط الماء كيتخلطوا الانزيمات، فبالتالي كاين الاستحمال كاين الاحتمال ديال التعفنات، وبالتالي انا كنصح على انه من الاحسن انه الاستعمال ديالو يكون مباشر. انا حاجه من جوج، انا نفضل على انه يتخزن بلا ما يتقسم بهذاك الشكل. وحتى هذه طريقه يعني تنقى وداك الشيء ويبقى، وحتى الا كنا نقسموه يتقسم بواحد الشكل اللي هو كبير، يعني دو غوند، يعني يكون طروفه كبار، ما نقسموش بالشكل اللي حنا جاهز للاستعمال. كذلك هنا تكون واحد، للاسف حنا واحد ملي كنشوفوا في المنازل ديالنا فاغلبيه الناس ما كيحافظوش على ديك داك لو سيركوي، ديك الطريق السليمه ديال التخزين في الكونجيلاتور، فحنا كنلقاو مثلا كيف ما كنقول دائما، فحنا كتلقى الثلاجه كنديروها فحال شي فيترينا اللي كيجي، ولا الكونجيلاتور سورتو، الكونجيلاتور كنجيو كنحلوه كنبقاو نتفرجوا فيه باش كناخذوا قرار. وكنلقاو الكونجيلاتورات عندنا محطوطين بواحد الشكل اللي هي ما منظماش، وبالتالي فهذا كيعرضنا على ان احنا كنحركوا شويه ديك الحراره، درجه الحراره ديال الماكولات اللي احنا مخزنينها بعض المرات كتنقص بدرجه ولا جوج، وبالتالي فهنا كتعرض على انها التلف، كتعرض على انها تعفن، كتعرض على انها ما تبقاش كاع صالحه للاستعمال. التخزين ديالو انا كنصح انه يبقى طروف كبار، وفي الوقت ديال الاستعمال ديالو عاد فاش نبروسيد التقطاع ديالو، هذه طريقه احسن. وحتى ملي كيكون الثلج راه بالنسبه لك كان عندنا هذيك راه لو كري كنديروا لو كريو بروياج، ديك الساعه تقريبا كنمشيو في هذا اللي هو الكريو بروياج، هو واحد التقسام كيكون والاعشاب كتكون ثلجه، وهذه من بين الطرق اللي حنا كنطحنوا بها الاعشاب الطبيه باش نستخلصوا المكونات ديالها، ولا باش كتصوب في لي جيلول ولا في لي كومبريمي ولا في شي حاجه. وكاين سيدات دكتور عبد الخالق رمضان يجتهدوا في هذا الباب، فشنو كيعملوا؟ كذلك دائما الكسب الوقت باش ما ياخذش ليها، يعني اي حاجه كتبغي تحضر ما تاخذش ليها الوقت بزاف، فشنو كتعمل؟ كتاخذ مثلا الطحانه الكهربائيه كتعمل في هذيك الكميه ديال القزبر مع المعدنوس يعني، وكذلك بالنسبه للكرافس كتعمل نفس العمليه، كطحنهم وكتعملهم في المكعبات ديال الثلج وكتعملهم في المجمد، وفي كل مره كتبغي تحضر شي وصفه كتاخذ مكعب ولا زوج. هذه طريقه اللي غنفاجئك، قلت لك انا نيت ما كنتش عارفها، يعني جابرون دي شوز. وانا تحيي السيده المغربيه ديما كتجتهد يعني بطبيعه الحال. هنا 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 ربما كنمشيو الاكثريه ما هو منسم. هنا اعشاب طبيه بهذا الشكل انا كنصح باش ما يكونش لو بغواياج ديالها بهذا الشكل، يعني ما تمشيش لهالدرجه، يعني شحال ما بقات كبيره، يعني شحال ما بقات كيبانوا الاوراق ديالها شحال ما احسن في الطبخ ديالنا حتى كمنسمات، لانه اعشاب حنا ما كنقلبوش غير على النكهه ديالها، ولكن كنقلبوا حتى على الفعاليه ديالها. وهنا كيف ما ذكرت ملي ذكرنا حنا فاش ذكرنا هذه فالابل بالنسبه لهاد ثلاثه الاعشاب الطبيه اللي حنا كنطرقوا لها اليوم، اللي هي المعدنوس اللي هي الكرافس اللي هي القزبر، فنبغي نشير لواحد النقطه اللي هي مهمه، الا وهي الاستعمال
راه يعني في كأعشاب طبية فهو مركز بالأخص على 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 لي غرين ديالها، على يعني على ديك الحبوبات ديالها. ف ولكن ملي كنهضروا على الأوراق ديالها فبالإضافة لهذ المكونات اللي هنا ذكرنا، فراه كنلقاو كذلك فلافونويدات، كنلقاو فيتامينات، كنلقاو دي نوتريمون. يعني للاسف حنايا مثلا ملي كنهضروا على على المعدنوس فحنا راه كنهضروا على واحد، ولا على القزبور كنهضروا على واحد المصدر مهم من الفيتامين سي، ولكن مصدر مركز في هذه الماده هذه، ولكن كذلك خاصنا نستعملوا من واحد الكميه كثيره باش نوصلوا لديك الكميات اللي حنا بغيناها. اذا ما كنوصلوش ما كنستافدوش من هذا المكون ديالو بزاف، كنستافدو منه اكثر يا كمنسم. فمثلا القزبور اللي حنا كنعرفوه حتى هو اللي كيدخل في هذا، فهو للمذاق ديالو اللي هو ما بين المذاق ديال السلميه ولي زاغروم ولا لي ولا الحمضيات، فهو دائما كنلاحظوا على انه كان كيتستعمل الاستعمالات ديالو كانت كثيره، كانت مثلا كانت مضاد حتى بعض الالتهابات، يعني كنستعملوه لبعض المشاكل ديال الجهاز الهضمي، ولو انه كنا كنستعملوه المشاكل ديال المعده. وهنايا فعلا عنده نتائج بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من مشاكل ديال المعده، فراه كيبقى عندهم القزبور كاختيار، ولو انه زعما كاين كاختيار كيقدر يكون اقل من المونت بوفغ، من النعناع مثلا العبدي، ولا من الكرويه، ولا من البابونج اللي عندهم هنايا اللي في اللي هنايا فيت الدرجه ديالهم منه في هذا الاتجاه. كذلك كنقدروا نستعملوه كمضاد للالتهاب يعني، ولكن دو يعني بعض المشاكل للناس اللي عندهم بعض الالتهابات خاصه ديال المفاصل سميتو هذا القزبر. المعدنوس نبغي نشير واحد جوج نقاط عليه. هو انه سي تان بويسون بالغير انه حتى هو ستيمولون ديجستيف، ودايور فمن بين الحوايج اللي هو كيتميز بهم هو انه انونتي استامينيك، معناه كينقص لينا من الافراز ديال هذه الماده ديال الاستامين، وحنا كنعرفوا هذه الاهميه ديالها خاصه عند الناس اللي كيعانيوا يعني من الحساسيه. نعم. وهاد الاعشاب هذه بثلاثه اللي حنا ذكرنا وهنايا كما لونسيت واحد النداء في الحلقه اللي فاتت فنبغيو نحاول نلونسيه، فهم غنيين بواحد الماده اللي هي لابسوغالين، وحنا كنعرفوا الماده هاد لابسوغالين الاهميه ديالها عند الناس اللي كيعانيوا مثلا من المشكل ديال الصدفيه وحتى بعض المشاكل ديال الاعضاء اللمفاويه. فمزيان ان حنايا الحمد لله حنايا واحد حنا شعب اللي كنستعملوا هاد الاعشاب هذه بواحد الشكل، والحمد لله حاضر عندنا طول العام بطبيعه الحال. انا واحد النداء باش تبدا واحد التجارب في هذا الاتجاه، خاصه فيما يخص لي زانديكاسيون ولا الاستعمالات ديال هذا المكون هذا بالضبط اللي هو البسوغالين. نعم. طيب حنا غادي نرجعوا دائما ونواصلوا لقائنا في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه رفقه الدكتور عبد الخالق رمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. مرحبا بكل تساؤلاتكم عن طريق ارقامنا الهاتفيه اللي هي 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 09، والا عن طريق رقم 5080 كيكفي انكم تقوموا بكتابه كلمه صحه SAHA تخليوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم باش ان شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقه. فاصل. القزبر، المعدنوس والكرافس من اكثر الاعشاب اللي كتكون حاضره في العديد من الشهيوات، والمكونات اللي فيها كتخلي عندها الكثير من الفوائد. فمثلا بالنسبه للقزبر فشار ضيفنا اليوم دكتور عبد الخالق الرمضاني انه ممكن كيلعب دور مهم جدا في تخفيض معدل الضغط الدموي، كذلك كيفيد في بعض المشاكل الصحيه اللي كتعلق بالمعده. بالنسبه للكرافس فهو كينقص من حده التوتر واضطرابات النوم، والاكثر من هذا انه كيعدل معدل السكري في الدم، وكيساعد على تخفيف الام واوجاع الدوره الشهريه بالنسبه للسيدات، وكذلك ينفع في بعض الحالات الخاصه بمشاكل القلب. ولكن هذه الفوائد كلها ما يمكنش نحصلوا عليها اذا كانت طريقة ديال التحضير ولا ديال الاستعمال ديال هاد الأعشاب هي غير صحية وصحيحة. فضيفنا اليوم دكتور عبد الخالق رمضاني أشار لأنه أحسن طريقة كتخلينا نستفدوا من كل المكونات اللي هي خاصة بالقزبر بالمعدنوس والكرافس هو الاستعمال المباشر، يعني ما نفكروش مثلا أنه نقطعوه
نخزنوها لواحد المده اللي هي طويله ومن بعد نستعملوها، لان كتكون فقدت كل الانزيمات وكل المكونات اللي هي مفيده للجسم ديالنا. فلذلك من الاحسن نستعملوها يعني داك الاستعمال مباشر، مجرد ما كنحضروها كنستعملوها في الشيوه ولا في الوصفه اللي حضرنا. وكذلك كاين طريقه اخرى شار لها اليوم ضيفنا اللي هي خاصه بهذه الاعشاب، ممكن ناخذوها على شكل مشروب باش كنستافدوا كيف ما قلت من كل المكونات اللي هي كتحتوي عليها. وكانت هذه نصيحه اليوم. نتمنى تكونوا لقيتوا راحتكم معنا. موعدنا في الحلقة القادمة مع ميديتال، وصحة وسلامة. ميديتال ديما راحتك على مد راديو الإذاعة القريبة منكم. دائما احنا في ثاني حلقتنا خلال هذا الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة. أرقام تواصل معنا 0522-46-52-51 أو 0522-43-00-00 إلا عن طريق الرقم 5080. فقبل ما ناخذ أول مكالمة معنا دكتور عبد الخالق الرمضاني غادي نمشي، ودائما فيما يخص هذه الأعشاب بالنسبة للقزبر والمعدنوس بعض السيدات كيستعملوهم في الوصفات الجميلية مثلا على مستوى البشرة، كيقول لك أنه الماء ديال المعدنوس مزيان يتستعمل في الغسل ديال البشرة، واش هذه المسألة صحيحة ولا لا؟ هي فعلا من بين الحوايج اللي ربما نسينا ما تطرقناش لها، ذكرنا على انه مضاد للالتهابات مضاد، فكذلك هو مضاد فيه من المكونات ديالو اللي فيه ديفينول، فيه واحد العدد كبير ديال المكونات كيقدروا يكونوا دي زونتي انفيكسيو يعني مضادين للالتهاب. اذا ممكن يكون مضاد للالتهاب مضادين حتى لبعض التعفنات. هنا حتى هو السبيكتر ديالو لارج، يعني هنايا كيخدم اي اونتي اوكسيدون مضاد للاكسده، كذلك في مكونات مضاده للاكسده. اذا هنا هو منظف كيحيد هذوك لي ديك الجذور ديك لي غاديكو ليبر الجذور الحره، كذلك كينظف وكيحيد لنا دوك الالتهابات ولا حتى ديك الامكانيه ديال التعفنات. اذا هنا الاستعمالات ديالو في التجميل بالاضافه لانه مغذي يعني مغذي خارجي، ولو انه البشره دائما انا كما كنركز دائما على الاهميه ديال التغذيه ديالها من الداخل فكتبقى كذلك واحد النسبه اللي هي نستغلوها اللي هي التغذيه من على برا. وهنا بعض الاستعمالات كما كنلاحظوهم واحد العدد كبير ديال الوصفات الطبيعيه اللي كتكون فيها بعض استعمالات ديال بعض الاعشاب ولا حتى بعض الخضار ولا بعض الفواكه بالاستعمالات ديالها الخارجيه اللي كتكون حتى هي مفيده للبشره. على ذكر البشره، كل انواع البشره سواء دهنيه سواء جافه سواء عاديه، هنا بهذه الاعشاب هذه بالضبط هذه مناسبه لجميع الانواع ديال البشره كيف ما كانت دهنيه ولا ناشفه. نعم. طيب معنا اس ام اس من عند المستمعه الكريمه حليمه. فحليمه من مدينه فاس كتقول عندي وليد عنده 3 سنين ودائما كنعطيه الوريقات ديال المعدنوس اولا ديال القزبر كنعملهم ليه في الفم ديالو كيندغهم لانه عنده مشكل ديال رائحه الفم الكريهه في العمر ديالو 3 سنين. هاد المساله واش هي يعني ما كاينش مشكل منها نهائيا وممكن انها تفيد الوليد في هذه الحاله؟ هو سورتو بالنسبه للمعدنوس، المعدنوس هو المعدنوس معروف عليه لانه سيتان سميتو كيغفريشي لالين، ولكن المساله اللي هي من الطفل عنده 3 سنين راه ماشي عادي على انه يكون عنده رائحه ديال الفم. اذا ربما كيخصنا نتقلبوا على السبب اللي عطينا هذاك اللي دار لنا هذاك المشكل، واش مشكل ديال اللثه ديال الاسنان او لا مشكل خاصه ديال لي زونجين ديال الحلاقه اللي كيكونوا بعض المرات فيهم واحد الحفيرات اللي كيكون دونك هنا ضروري خاصنا واحد ولا مشكل اخر. دونك ولا بدا لينا نديروا واحد التشخيص ديال السبب اللي كيخلي الرائحه ديال الفم ديال عند هذا الطفل هذا بالاخص بهذا الشكل هذا. ولكن في انتظار هادشي فكما ذكرنا خاصة المعدنوس فهو معروف عليه لأنه كيعطي واحد لالين مزيانة، ولا ضفنا ليه واحد شوية ديال الماء ديال الأزير للشلال ديال الفم فراه هو كيكون تاهو نافع. نعم. ناخذ عبد الرزاق معنا من مدينة مكناس. مرحبا بك عبد الرزاق، صباح الخير. ألو، السلام عليكم الأخت. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. كنشكر الدكتور والاستاذ ديالنا السي رمضان على هذه المعلومات الكافيه اللي كيقدم لنا. شكرا لك. بالنسبه للاضافه ديالي على حساب الكرف، نعم، هو اختي تعالج امراض النقرس. نعم. النقرس راه لا قوت اللي كنسميوه لا قوت. نعم. نعم اختي، هذا كنقبطوا غير الماء شي مثلا قبيطه صغيره ديال الكرافس وكنطيبوها في الماء سخون كيطيب مزيان، بعد كيطيب كيشرب الانسان نوع على ثلاثه الوجبات في النهار. نعم. قبل الفطور، قبل الغداء، وقبل العشاء. نعم. وكنديروه ثاني في شوربه بالنسبه للكرفس، كنديروه في شوربه ديال البلبولات الشعير. اها. هو كنديروه في البلبولات الشعير وكيكون مع الثومه وشويه الكرفس
مهم الامراض النقرس. نعم. وحتى الامراض البرد كاع في هذه الوقيته. هادو مجربين منك عبد الرزاق؟ انت كتعملهم كتستعملهم؟ الحمد لله السيد اللي عطيته هذه الوصفه هو يبلغ من العمر تقريبا تقاعد 65 عام والحمد لله لقى واحد العلاج طبيعي ممتاز كاع. نعم شكرا لك شكرا لك عبد الرزاق. بلاتي واحد نقطه اخرى بالنسبه للقزبر والمعدنوس، الا كنا نديروا الطاجين ولا نديروا هكا شي شيء وفي المقله ولا هذا ما كنديروش ما كنخلطوش مع المقادير ديال اللي كنديروا. نعم ديما كنخليو القزبر والمعدنوس كنخليوه هو الاخر عاد كندير كنقرضوه طريفات كنديروه من الفوق في الطاجين باش كيعطي واحد النسمه وكيعطي واحد البنه الحمد لله كتكون ممتازه. نعم حتى الاخير وحنا الحمد لله راه في المغرب دائما الكراس راه تيكون بالنسبه للقزبر والمعدنوس تيكون موجود على طول العام. طولة العام نعم طولة العام بالفعل شرنا لها. شكرا لك عبد الرزاق تواصلتي معنا من المكناس وشكرا على هذه الاضافه وحنا غاديين نعرفوا مدى الصحه ديالها مع دكتور عبد الخالق الرمضاني واش فعلا يعني في الحالات ديال مرض لابوت كيف ما كنسميوه ولا بعض الناس كيسميوه بمرض الصبع الكبير بما انه كيكون في ذاك الانتفاخ الكثير من الناس كيسميوه بهذه السميه واش فعلا ممكن ولا مرض الاغنياء؟ نعم لانه كيكون عنده علاقه بالكميه ديال اللحوم وداك الشيء ولو انه الاسباب كاين اسباب اخرى مثلا العرس استهلاك الكثير ديال المفرد ديال القهوه ولا داك الشيء كتقدر تسبب لنا في هذا الارتفاع ديال هذا الحمض لاسيدوريك اللي من النتيجه ديالو اللي كتكون هي الديبو ديال دوك الكريستو دوغات دوك الواحد بحال الدجاج كيكونوا خاصه وكيقدروا يكون عندنا في ديزارتيكولاسيون منهم خاصه ولا باغ بريديكسيون كاين حتى موضوعات اخرى ولكن خاصه كتكون في الصباع الكبير. هو في بالنسبه للمعدنوس باردون الكرافس فذكرت الاستعمالات ديالو عند الاغريق عند اليونان عند الهنود في المويناج يعني في العصور الوسطى في القرون الوسطى في المويناج كان الاستعمال ديال الكرافس كثير خاصة في هذا الميدان ديال النقرس وفعلا كان كيعطي نتائج مهمة وهنا ولكن الميكانيزم ديالو شنو هي المكون بحال مثلا ملي كنهضروا على البشره كنفكروا كندير بسوغالين ملي كنهضروا على بعض المشاكل اخرى كنفكروا مثلا لابيتول بالنسبه كمكون اللي كيقدر يتسبب لنا هو اللي كيعطينا ذاك الاهميه ديالو على الجهاز على الرحم ديال المراه كنهضروا على ليفتاليد ملي كنفكروا في النوم وفي في الانسومني ولا في الانكسيتي يعني الناس اللي عندهم توتر اللي كيعانيو من الارق فبالنسبه للنقرس فهو ما معروفش الميكانيزم داكسيون ديالو دونك يعني كيفاش يعني حتى الابحاث اللي كانت اللي دارت مؤخرا وكاين منها فعلا نيت دراسات جديده اللي دارت على النقرس وبعض الاعشاب الطبيه فللاسف ما عطاتناش هذيك النتائج الباهره اللي نقدروا نستنتجوا بها الفعاليه ديالو ولكن هذا ما كيمنعش على ان احنا نشيروا على ان من القرون الوسطى من المويناج الى يومنا هذا فالاستعمال ديالو مثلا دابا الاستعمال ديالو في هذا الباب مازال شائع حتى في اوروبا يعني عند المعالجين الطبيعيين فدائما كتلقى الاستعمال ديال وخاصه هنايا كتستعمل الزريعه نتاعو الزريعه ديال الكرافس هي اللي كتستعمل وكتعطي نتائج فعلا ممتازه يعني كتعطي واحد الانسان كيحس بواحد التحسن بطبيعه الحال الا كان واحد حيت ضروري ان سويفي نوتريسيونال ضروري يقاد التغذيه ديالو ضروري ليفيكسيون ضروري يحيد واحد العدد كبير ديال المكونات. بالنسبه للنقطه الثانيه الا وهي الاستعمال ديالو في الطاجين ديالنا فكنلقاو على انه هذا القزبر والمعدنوس كنلقاو دائما كانوا حاضرين في الوجبات ديالنا وحنايا اصلا يعني الاطباق ديالنا باش معروفه بالمنسمات. نعم والتنسيم دائما كيجي هو الاخر يعني حنا بعض المرات كنقلبوا المعادله كنلقاو مثلا دائما الربيع ولا القزبور يعني الربيع القهوله والقزبر المعدنوس ولا بعض المرات حتى الكرافس كنديروهم من الاول الوغ هو من الاحسن هو ماشي من الاحسن صحيا راه كتكون اخر حاجه باش كنستافدوا ديك اللمسه في الاخير. اللمسه الاخيره هي هنا بطبيعه الحال كتكون ان بون ستيمولون ديجستيف للاسف ما كنستافدوش من المكونات ديالو علاش عفوا لان كنستعملوا غير واحد الكميه
اللي هي قليله، ولكن على الاقل كنستعملوا كنستافدوا من الاهميه ديالو على الجهاز الهضمي. ماشي بحال اللي عملنا القزر والمعدنوس يعني في المرحله الاولى من الطياب اللي كنسميو مثلا التشحار سواء ديال اللحم ولا ديال اي حاجه غادي نحضروها، فمن الاحسن هو كنخليو ديك اللمسه الاخيره في الطاجين ديالنا باش كنحصلوا كيف ما شرتي دكتور عبد الخالق على كل المكونات اللي فينا. غنرجع لك مازال غادي نبقاو مع فاصل اعلاني وراجع المباشر من بعد، بقاو معنا الغاديو دائما الاذاعه القريبه منكم. رجعنا باش نوصلوا حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. دائما ارقام تواصل معنا 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 43 00 00. سعود غادي ناخذوا هذه المره عتيقه معنا من مراكش. مرحبا بك عتيقه. صباح الخير لاله. اهلا وسهلا، صباح النور. عيد ميلاد سعيد، ونشكركم على هذا البرنامج. شكرا لك عتيقه. نشكر الدكتور بزاف. شكرا لك، مرحبا. الله يخليك. نسول الدكتور كي هضر على هاد الاعشاب اليوم وسمعت بحال هكا اللي عنده طونسيو تيطيح ليه ما ياخذهمش. انا كيطيح ليا الطونسيو، واش يمكن ليا ناخذهم ولا لا؟ نعم. وسميتو وبغيت عفاك شي عشوب بحال هكا ما كيجيني البرد بزاف، بغيت شي عشوب هكا اللي كيكونوا كيسخنوا ما يطيح ليا الطونسيو ولا والو. نعم. وغتنسول على داك الزيت ديال الخروع ديال الكافور، عندي واحد البنيته تترضع وعندها تتنفخوا لها صباحا، ونصحوها تستعمل هذاك الزيت ديال الكافور، واش يضر ليها البيبي اللي كترضع ولا لا؟ نعم. غير قول لي عتيقه، بالنسبه لانخفاض ضغط الدم كتاخذي العلاج ديالك متبعها عن طبيب ولا لا؟ لا كناخذه انا، ولكن ماشي كيطيح ليا ديما، مره في ديك 6 شهور مره في 4 شهور هكا. نعم. ما كيطيحش ليا يوميا زعما. اذا حتى العلاج كتاخذيه غير في ديك المرحله ومن بعد كتوقفيه؟ اي ملي كنمشي عند الطبيب كيعطيني داك العلاج كناخذه كنولي بخير صافي. كنمشي شحال الا تعصبت ولا شي حاجه فاش كيطيح ليا. نعم، واضح السؤال ديالك عتيقه. شكرا لك تواصلتي معنا من مراكش. غادي ناخذ فتيحه هذه المره معنا من مكناس. مرحبا بك فتيحه. فتيحه وي كنسمعك. اهلا وسهلا، مرحبا، شنو سؤالك؟ بارك الله فيك. عافاك انا ملي كنكون هكا الغدا عندي واحد الجريده صغيره مزرعه فيها هذا الشيء ديال الكراف القزبور المعدنوس يعني. نعم. منين كي دائما في الغدا كندير صلاده فيها الكراف المعدنوس مكور وشويه ديال الجرجير شويه التفاح شويه ديال الخوص لافوكا، وكندير هذا الشيء بالحامض. واش ما كاينش شي مواد مثلا في الكرافت ولا في المعدنوس ولا في الجرجير كيتعارضوا بيناتهم ويمكن يسببوا شي حاجه مثلا؟ نعم. واش هذا التخلط ديال هاد النباتات الخضراء كلها ما كيأديش لشي اعراض ولا شي حاجه مع الوقت يعني، حيت كنديرهم ديما في الغداء؟ نعم. وكنحييك بعدا فتح على هاد المساله ديال انك تشجعتي وعندك جريده اللي الحمد لله فيها هادشي كله، ما كتحتاجيش تاخذي هادشي من السوق. وحيت غير جريده وداك الشيء دغيا كينبت يعني، تبارك الله عليك. بزاف ديال لونتروتيان وكان شويه كنديفولا فيه ملي كيكون دايره. نعم. جريده غير صغيره ويعني وزائد انه هنا في مكناس كاينين داك المجارير بزاف ديال الواد الحار. ومني كنلقى ان الخص كبير ولا اللفت كبيره ولا هذا كنعرف بان تسقط بالواد الحار. نعم. حيت انا في التجربه ديالي في الجريده راه مثلا الخص خص واحد المده كبيره ولا الكرافس راه هادي كبر وكيكبر بواحد هذا غير بشويه عليه. نعم. ولكن ملي كنشوفو برا كنعرف صافي راه تسقى بالواد الحار، حيت الواد الحار دغيا كيطلع. نعم. تبارك الله عليك. الخضره دغيا كيطلع النباتات. تبارك الله عليك. وهي شنو كنستعمل؟ كنستعمل بغيت نسول عفاك الدكتور، كنستعمل لي جون بوس، هذاك غير داك الكرافس اللي عاد كيطلع ولا داك المعدنوس اللي عاد كيطلع يعني. حيت الاخر كيجيني شويه قاسح، واش يعني هذا هو السؤال ديالي، واش ما كاينش شي تعارض بين هاد الشيء كله كنستعمل؟ شكرا لك فتيحه، واضح السؤال ديالك. وغير بالنسبه للمساله اللي شرتي ليها ديال الحجم مثلا ديال الخضر اللي كنشوفوا ولا ديال الفواكه، فحتى كل الاخصائيين ديال التغذيه ولا لا دكتور عبد الخالق رمضاني كتنصحوا بالحبات اللي كيكون الحجم ديالها صغير، كتقولوا كل ما كان الحجم ديالها صغير كل ما كتكون صحيه اكثر. دابا هو فعلا هو فاش كنمشيو نتقداو حيت عندنا جوج طرق باش نتقداو، يا اما بالعين ديالنا ولا بعقلنا. بالعين ديالنا راه حنا غادي نمشيو لذاك الشيء اللي كيبان لنا بحال راه مرسوم. يعني كتبان لكم مثلا غير الشكل، والتفاح كتبان لك التفاح كبير ومقاد وما فيه حتى شي يعني ما فيه حتى شي حفيره، ما فيه اوكين امبيرفيكسيون. هنا كنطرح واحد السؤال، باغ كونت فاش كيبان لنا هذاك التفاح اللي واصله السوسه فيه العش ديال الرتيله، يعني كيبان لنا بحال كنعرفوا انه ربما مقيوس اقل وحتى الاستعمال ديالو غادي يكون افضل، يعني ربما ما يخضعناش الشوف ولا المنظر ونمشيو للمسائل اللي هي اللي حنا موالفينها. وحنا طبيعيا راه حنا مولفين الشوفه، مولفين التفاح اللون ديالو والشكل ديالو كيفاش كيكون، البطاطا كيفاش كتكون يعني كتكون كبيره صغيره، يعني الجزر كذلك كيفاش كيكون ما كيكونش مقاد، يعني
امبوسيبل تلقى في واحد الصندوق تلقاه مقاد اللهم الا كان معزول بواحد الشكل اللي هو كثير. نعم، نجاوب واحد يقمن من مراكش بالنسبه للمشكل اللي عندها ديال انخفاض ضغط الدم، واش يعني هاد الاعشاب اللي حنا ذكرنا واش يعني انها خاصها تبعد عليها بما انه قلنا كتعدل معدل ضغط الدم بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مرتفع يعني كينخفض نوعا ما. هنا الحاله ديال العتيقه كتسول واش هي خاصها تبتعد عليهم نهائيا ما تستعملهمش. هي عتيقه كتعاني من الضغط الدموي منخفض بزاف. نعم، حيت حنا كيف ما كنا ذكرنا دائما فاغلبيه ديال الاعشاب الطبيه هو بحال هادو يعني ديوريتيك، معروف عليهم لانهم ديوريتيك، وهذه مساله اللي هي ثابته لدرجه انه حتى ديك الاعراض الجانبيه ديال كيكو ديوريتيك منهم لي فويت ديال البوتاسيوم، يعني نقصان ديال الماده ديال البوتاسيوم، راه كيقدروا يتعرضوا لها الناس اللي كيستهلكوا بواحد الشكل كثير. وهنا وقيل الجواب حتى نسبيا الفاتحة. نعم، يعني الناس كيقدروا يتعرضوا للنقصان ديال الماده ديال البوتاسيوم بالنسبه حيت ستام سوسون دو ماكين دي ديوريتيك اللي هما بويسون، لدرجه انه المساله اللي ما ذكرناهاش انه كاين بعض السيدات ولا بعض المناطق في العالم اللي كيستعمل دخلوهم في الوصفات ديال التنحيل ديال التنحيف عفوا باش يضعفوا اذا هاد الناس علاش باسكو ديوريتيك هنا مديرين يعني للبول اذا هنايا كيقدروا يتعرضوا لديك المضاعفات الاخرى. نعم، اللهم الا كنا كناخذوا دو بوتاسيوم من مصادر اخرى بحال مثلا البنان وواحد العدد كبير ديال الخضر والفواكه فهما مصادر مزيانه. نعم، ديال اذا الفاتحه هذه هي النصيحه اللي كتقول كتستعملهم يوميا بشكل يومي، اذا هنا التخوف من انها تفقد واحد الكميه ديال البوتاسيوم. اذا كتستعملهم بشكل مركز بزاف انهم ولكن ما كيمنعش على انها طريقه باش تكرات لينا باش كتستعمل، فهي كتستعملهم بالصحه والراحه بدون اي تخوف لانها كتستعمل واحد العدد كبير ديال المكونات، واحد الخليط ديال المكونات اللي هي طبيعيه. هي سولت هذا الخليط واش ممكن يكون تفاعلات مع بعضياتهم؟ بالعكس، هادو مسائل اللي هما كيكملوا بعضياتهم، وخاصه كنعرفوا كيف ما ذكرت في واحد الحلقه كنطرقنا للمسائل اللي كتكون مطبوخه كثير، فبالتالي حتى لدرجه ان حتى في الجهاز الهضمي كتكون واحد ليبيرلوكوسيتوز، يعني بحال واحد الحاله ديال التهاب، على اساس ان المسائل حتى الخضار واخا ولو ان فيها مكونات نافعه. نعم، ولحت فملي كنطبخوها بزاف الذات ديالنا كتبان لها على انها ربما بعض المكونات اللي هي داخله، وبالتالي كتكون واحد الارتفاع ديال الكرويات البيضاء في ذيك المنطقه، يعني ليبيرلوكوسيتوز، وحتى الهضم كيكون شويه عسير. نعم، بخلاف ملي كنستعملوا مسائل اللي هي خضراء وهنا طاجزه، يعني فهذه ما كتكون الا نافعه، وحتى لاسيميلاسيون ديالهم كتكون يعني الودات كتستافد منهم، الامتصاص ديالهم في الجسم كيكون بشكل هو اكبر واحسن. كان سؤال ديال العتيقه دائما من مراكش دكتور عبد الخالق رمضاني، البنيته ديالها عندها مشكل انتفاخ على مستوى الاصابع، نصحوها بزيت الكافور وهي كتردع. هنا يعني امور ضعاف، فهي خافت واش كاين شي تخوف من الاستعمال ديالو. هنا ملي كنهضروا على الديكونفور انا دائما كنفكروا في ليسيتون، يعني ليسيتون، وحنا كنا تطرقنا لواحد الحلقه من الحلقات ربما الاهميه والخطوره كاع ديال ليسيتون، على ممنوع الاستعمال ديالهم عند السيدات المرضعات وعند الحوامل وعند الاطفال. وبالتالي كنصحها بالابتعاد عليهم. هنا عاد بغي ندير واحد الاضافه على المشكل ديال النقرس اللي ربما نسينا ما تطرقناش ليها. هي سيفري الكرافس مهمين، ولكن ما نساوش الاهميه كذلك ديال لوختي الحريقه اللي هي كذلك واحد العشبه اللي هي كتعطي واحد المنافع كبيرة عليها، وخصنا ليها حلقة منافع كبيرة في هذا الباب، وانا كنصح الاخ كذلك حتى هو باش يستعملها، بالاضافة بيان سور الى النصائح الدياتيتيك اللي كتبقى حتى هي مهمة، يعني التغذية داك الريجيم اليمونتير كيبقى مهم بزاف. نعم، الاضافة ديال سميتهم ديال الكرافس والحريقة فراه كيبقاو بالنفع ان شاء الله. شكرا لك الدكتور عبد الخالق رمضاني اخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، موعدنا معك ان شاء الله غادي يكون يوم الجمعة بنتكلموا على نوع جديد من الزيوت الأساسية. شكرا لك، احنا وصلنا لختام حلقة اليوم.